السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبابنا الكرام، عيدكم سعيد مبارك إن شاء الله، عساكم من عوادة لأحبابنا في الخليج، مبروك العواشر لأحبابنا في المغرب، مبروك العيد، تقبل الله منا ومنكم. أحبابنا الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. أبلغكم آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. كيف نستقيم على الصيام والقيام الذي أكرمنا الله به في رمضان؟ نستقيم على الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. يبقى نفترض رمضان 30 و6 من شوال متتابعة أو متفرقة، يبقى كام؟ 36، 36 في 10، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يبقى 360. وأيضا في غير رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. يعني يمكنك أن تجعلها هذه الأيام الثلاثة متتابعة، 13 14 15 اللي هي الأيام البيض، أو متفرقة، خد مثلا الاثنين والخميس من أي أسبوع في الشهر. هذا بالنسبة للصيام. طيب القيام، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أيعجز أحدكم أن يقوم الليل بثلث القرآن؟ قالوا: كيف يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. يعني ممكن بعد صلاة العشاء تصلي ولو ركعتين خفيفتين بسورة الإخلاص، بسورة الفلق، بسورة الناس، بأي سورة، بقصار السور، أو بأي آيات من القرآن الكريم، فتنال ثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. يعني إذا صليت العشاء في جماعة فكأنما قمت نصف الليل، وإذا صليت الفجر، خد بالك، في جماعة، أهم شيء في جماعة، وإذا صليت الفجر في جماعة كنت كمن قام النصف الثاني من الليل. تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا وإياكم من المستقيمين، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.